السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة جماعة إن شاء الله هنعمل implement لفانكشن بتنفذ نفس فكرة الزد فيل الموجودة في البايثون. عندنا أكتر من string، مثلا فيهم مجموعة أرقام، واحد فيه 6 أرقام، واحد فيه 5، واحد فيه 7، محتاجين كلهم يكونوا قد بعض. طيب الأماكن الفاضية هنملاها بالعنصر اللي احنا نحدده. خلينا نشوف الكلام ده معنى إيه. هعمل define لفانكشن هسميها الزيرو string fill. مثلا الفانكشن دي هتقبل مني 3 حاجات. اول حاجة الstring بتاعك اللي انت محتاج ان انت تخليه قد الstrings التانيين وتملأ الاماكن الفاضية اللي فيه، ممكن اسميه مثلا text وده هيكون عبارة عن string. تاني حاجة عندنا الwidth اللي هو عدد الكاركترز اللي انت عايز كل الstrings تكون ماشية عليه وده هيكون int. اخر حاجة عندنا اللي هي fill with، عايز تملاه بايه، لان انا هخليك تحدد الكاركتر اللي تملأ بيه كمان الاماكن الفاضية. بعد كده طبعا هنرجع من الكلام ده كله string. خلينا نكتب التست كيسز بتاعتنا كلها وبعد كده نبدأ نشوف الفانكشن هتبقى عاملة ازاي. ادي البرنت الفانكشن بتاعتنا، تقبل مني string ممكن نقول له مثلا 1 2 3. بعد كده الويتس بتاعهم كلهم هيكون 10 وهملاهم برقم 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واخر حاجة 0. نبدأ الفانكشن بتاعتنا. ازاي هنعرف عدد الاماكن الفاضية؟ دي اول حاجة عندنا. عندك هنا الويتس 10، العدد الكاركترز الكلي 10، والسترينج اللي انت مدهوني عن طريق اللين هقدر اعرف عدد الكاركترز اللي فيه اللي هو 3، وبعدين اطرح العشرة والتلاتة هيطلع لي العدد اللي باقي اللي هو الاماكن الفاضية. طيب هعمل متغير اسمه spaces يساوي اول حاجة الويتس 10 ناقص عدد الكاركترز الموجودة في التكست اللي هي دي ودي ودي ودي. نجيبها ازاي؟ لين واروح حاطط له هنا التكست بتاعنا. بعد كده هقول له return السبيسز. كل خطوة يا شباب هنعملها هنشوف النتيجة بتاعتها علشان نفهم واحدة واحدة عشان ما نجيبش النتيجة النهائية على طول ويقع مننا اي معلومة. زي ما انت شايف هنا في 7 مسافات او 7 اماكن فاضية، 6 اماكن، 5 اماكن، 4 3 2 1، هنا مفيش اماكن خالص فكتب لك 0. عظيم جدا. نبدأ دلوقتي نقول له final string او مثلا result زي ما تحب مفيش مشكلة بتساوي. عايز تعمل ايه دلوقتي؟ عايز اجيب الرقم 7 اللي انت اديتهوني ده واروح حاطط فيه العنصر اللي هو fill with، يعني عايز اكرر الصفر ده 7 مرات. عظيم جدا. هقول له اول حاجة string واحط جواه fill with. ممكن يكون الصفر ده دلوقتي يعني ممكن يكون رقم، ممكن يكون string، فانا عايز اضمن ان هو string، لان لو حطيت رقم ورحت ضربه في حاجة تانية زي ما هوريك دلوقتي حالا كده، الرقم بتاعنا الصفر اهو، روح ضربه في ايه؟ في السبيسز، عدد الاماكن الفاضية. المفروض دلوقتي هيديني ايه؟ تعال نشوف مع بعض. هيدي النتيجة 4. صفر اللي انت كاتبه ده في 7 في 6 في 5 كله صفار، فانا عايز اضمن ان ده عبارة عن string عشان يكرر السترينج مش يتعامل معاه حسابيا ويضربه. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الصفر ده هيتكرر عدد المرات دي وهنا عدد المرات دي وهنا عدد المرات دي وهكذا. تعال نشوف مع بعض. زي ما انت شايف اهو تكرر 7 مرات في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 واخر حاجة مش هيتحط اصلا لانه مفيش اماكن فاضية. طيب عظيم جدا. خلصت كده؟ خلصت. بعد ما تعمل الليلة دي كلها هنكون كاتنيت الكلام ده كله مع التكست بتاعنا بس. فهيحط لك في الاماكن الفاضية اللي هو العنصر ده متكرر وبعده التكست بتاعك. تعال نشوف مع بعض اهو كلهم قد بعض اهو، الاماكن الفاضية تحط فيها صفار. ممكن حضرتك تغير الصفر ده لأي حاجة تاني، لمثلا كاركتر زي الاي عشان تتأكد بس. هنا وهنا وهنا، معلش يعني سريعا بس عشان نعمل التجارب بتاعتنا ونتأكد ان احنا ما عندناش اي مشكلة بالشكل ده اهو. حطينا بدل الصفر وعشان هو string ما عندناش مشكلة. حابين نختصر الكود؟ نختصر الكود وماله، ما فيش مشكلة. السبيسز دي ممكن نروح حاطين دي كده وشكرا، مش عايزين السطر ده. ده لو حابب يعني واحدة واحدة نتأكد ان كل حاجة تمام كله تمام. حتى دي مش محتاجة ان هي تتحط في متغير اهو، كل حاجة تمام. نبص بصة كل حاجة تمام والحمد لله، عملنا المطلوب ما عندناش اي مشكلة. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم.